السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي هو انتم معزز عليا، اللي هو هذا الفيديو بغيت نهضر عليه خاصه على البيولوجيه ديال الاشخاص اللي كيعتقد بانه ما بقى له ما يقرا، ما بقى له ما كيحط واحد الكوفر على عينيه. لا خويا، من هنا بدا خويا يقرا تعلم الحمد لله. هذه الوسائل التكنولوجيه فتحت لنا مجال كبير بالنسبه ليوتيوب، بالنسبه للانترنت، يعني هذه الشبكه العنكبوتيه بين قوسين فتحت لنا واحد المجال اللي ما كنعرفوهاش حتى بالنسبه للتلفزيون بين قوسين. يعني كتلقى الهدف اللي يمكن لك تستافد في حياتك، لان انا اخويا بالنسبه لي انا ما قريتش بزاف، ولكن الحمد لله يعني لما كتكون الرغبه وكتكون الاراده راه كيمكن لك تحقق الامور ديالك بجميع النواحي. لان كما سبق وقلت بان هنا الناس كتلقى عندها 65 سنه 70 سنه ومازال كيقراو، يعني الاستفاده. انا جيران هنايا كنعرفهم عندهم 81 سنه، الى قبلوا الفيديو غادي نديرو معاهم كاع شي خطره. كتلقاه شاد كتابو كيقرا واخا راه سهل الحياه ديالو وجالس وكذا ولادو. المهم على اي اخويا ما تقرا، وعى ورسم الهدف ديالك. يعني ما قاريش رسم الهدف ديالك، خصك تقرا رسم هادي. الحمد لله راه ما قاريش، وبنان كيفتح واحد البلوغات هنا في هاد الشبكه العنكبوتيه وكتعود عليه بالنفع. لكذلك انا دابا تندرت، ونتمنى حتى انا نمشي بحال الناس. نتمنى القناه تكبر، وان شاء الله لهذا غادي نبقى ندير مواضيع اللي هي كبيره بزاف، باش منها تكون هادفه ان شاء الله. واشنو بغيت نقول؟ يعني راه قداش ما طالي كيصبح الصباح، الا بغيتي تحقق الهدف ديالك بالنسبه انت خويا اللي ما قاريش وكتقول انا ما نعرفش نقرا ولا ما نعرفش. يعني راه رغم الظروف الاجتماعيه اللي كنعيشوها الصعبه وراحنا ما عارفين شنو كاين، راه اي مغربي ولا في المجتمعات العربيه ديالنا للاسف يعني راه كتلقى الاميه غاليه بيا. يعني كيقدر ما يمكن ما يعرفش يقرا، كيقدر كذا، ولكن الحمد لله من خلال هاد التكنولوجيا اللي فاش كتشوفني انت يا دابا، يمكن لك تقرا، يمكن لك توعى، يمكن لك تفرض الذات ديالك بالعلم ديالك. ممكن انت تقرا وتجيك واحد الموهبه اللي ما على بالش واحد اخر. ممكن تفتح قناه ودير فيها الموهبه ديالك. انت نجار اخويا، دير بتاكر تبقى تبتكر وتحط. انت اخويا حداد بتاكر وحط. انت مثلا شطاب اخويا، كيفاش دير تشطب؟ وفين هو الاشكال؟ حط انت مالك، مشات هي ديك ما مشاتش، المهم ما خسر والو. يعني استافد اخويا، ما تصنتش الاصوات الهدامه، بمعنى الاصوات المجعزه بحال كنقولوا هي موسيقى عزيزه عليك وكتجهد له كثر من القياس. وك القران كاع اذا مشي يجهد لك بنادم اكثر من غادي، يعني واخا حاشا ولله باش نوصفوا القران بهاد الصفه هذيك، اعتذر على هاد الكلمه هذه، ولكن كنقول لك زعما يعني الصوت المزعج اللي ما كيزيدكش لقدام ما تصنتلوش. من يعني راه القران الا تصنتلو بواحد الجهد اللي هو كيما كيديروا بواحد الطاقه الى لي وات، راه ما تقدرش صافي كنت كتقلب يعني التركيز. ولكن الا كان داك الشيء بصوت وهادي يعني كتصمت، وكذلك في اي حاجه يعني كتصمت بواحد الصوت اللي هو اللي يفيدني ماشي اللي يزعجني. وكذلك واحد واحد حتى كبرتي، لان خويا انا الناس كشبوا عليا، الناس ملي بغيت نقرا اللغه الانجليزيه الناس كشبوا عليا. هنايا ملي كنمشي دابا للكلاس، وكان لا دابا دوك الناس اللي راه يقدروا دابا يعرفوني شي وحدين فيهم تحيه لكم. وهنايا كيقولوا لي فين تعلمتي اللغه؟ اودي راه ما تعلمتش، راه شويه هكا وشويه هكا. وكنلقى كيقولوا كنت احسن منا. وكنتلاقى مع اللي كتلقى عالمين اثار اللي كانوا مساكن في اخواني في هنايا في مساكن فاسميتو، فهادو ديال المهجر ديال سوريا وعراقيين مساكن، كتلقاهم اطباء، كتلقاهم مهندسين. مع ذلك كتلقى بعض في اللغه ما عندهمش، وكيجي كيقرا كيقول لك والله الا انت احسن مني. عرفتي كيفاش انا احسن منك؟ انا ما قاريش كنقول، كيقول والله الا احسن مني.
وفي الكلاس كيقولوا لك اودي راك انت هو كذا وكذا. كنت تعجب انا كاع في راسي كنقول انا كيفاش هذا، كيفاش انا وليت حتى هكا. هذا هو اللي كنقول لك اخويا، انا كنعاود لك القصه ديالي لانك انت اخويا باش تقرا، انت باش تعورك ما غاديش تشوف راسك، راك تقدر تكون معارف واحد الحاجه في ذاتك انت وانت ما معارفهاش. يعني شكون اللي غادي يكتشفها؟ داك الغير اللي كيشاهدك ولا داك الغير اللي كيسمع لك. راك تقدر تكون يعطيك الله موهبه ديال تكون مفكر، واخا راك ما قاريش، قرا الكتابه قرا هذه يمكن لك تناسق الكلمات. انا ما قاريش ويمكن لك تولي تعرف شكون هو الصرف، واش عارف شكون هو الاعراب، وتعرف شكون هو النحو. فين عرفتي انا ما قريتهاش؟ فاني وليت كنعرف شكون هو الصرف، وشكون هو النحو، وشكون هو الاعراب، وشكون هو الضمه، وشكون هو السكون، وشكون هو كذا. خلينا عاد من سميتو وتولي تعرف بين قوسين شكون هو مثلا، كتولي تفرق ما بين شكون هي السياسه، وشكون هي العلوم السياسيه، وشكون هي القانون الداخلي، وشكون هو قانون التنظيمي، وشكون هو القانون الدولي، وشكون هو القانون كذا. يعني كتولي كتعرف واحد الخفايا. يعني لما كتقرا خويا كتعرف واحد الخفايا اللي كيقدر واحد يجي كاع ويكون موظف ديك البلاصه وما كيعرفش داك الشيء اللي راك معارف نتايا فراسك. هادي الا كنتي كتضبط وكتعرف، يجيك مثلا سيدي انا ما قريتش لحم والدين، بغيت واحد كذا كذا كذا، ايوا كتقول له كان كذا ماشي ماشي كتبين له بر، كتضرب انت هي من الفوق، هي الطن، هي الروي، تما كيقول او مع من انا. يعني هذا هو اللي كنقولو خويا، القرايه كتخليك تشد لا باز ديالك فين اشنو كدير، اشنو خصك تعرف. يعني نقرا اي حاجه، مثلا نقرا على ذاتي شكون هي الذات، ما معنى الذات، الذات هي كذا 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 كذا، ما معنى الغير، الغير معناه كذا كذا كذا. يعني خصني تكون عندي واحد الميموري، واحد كارت سيف، يعني تكون عندك واحد الكارطة كتحتفظ بها هنايا الدماغ بوحدو، ولكن كتولي عندك واحد النقاط اللي كتبقى اي معلومة ما جاتك جديدة كتقيدها كتستافد. بغيتي تتعلم شي لغة ولا كذا ولا كذا ولا واحد المعيار شي كلمة، يعني خص كل شيء تضبطو. مثلا كنكون انا جالس هكا، مثلا كنديرو جالس، مثلا انت سيدي جالس هكا وانا ما قاريش، طن اوكي هضرو على كي يتشارج، ما معنى كي يتشارج؟ اوكي يتشارج خصك تمشي اخويا تقلب عليها، خصك توعى شكون هو كي يتشارج. كيتشارج اسيدي كتسمى كنقولوه بالفرنسي، ولكن كتسمى هو دفتر التحملات ديال شي حوايج معينه تابعه لشي كذا ولا تابعه لشي كذا، بين قوسين ماشي الدرس ديال هذا ولا ماشي كذا. يعني حنا اللي كنقولوا اخويا ها كيفاش تقرا، يعني ها البدايه، يعني كتولي تفهم اخويا. ملي كتولي تفهم راك كتولي تعرف اشنو باغي، ولا وليت تعرف اشنو باغي انت، حققتي الذات ديالك، كترسم الهدف ديالك اخويا. ما توقفش على بانك تقول ما قاريش ولا كذا، ولا تقول فلان دار فلان ترك، اسيدي نشوف راسي ونرسم الهدف، هذا الهدف انا بغيت نوصل له نيت بحال هكا كما كتشوفوا جي هنا. ما نوضعش القويض صاحبي، ما نوضعش نيت، نقرا اخويا، قرا. العلم نور، اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد، وراه ما حدك في الحياه وانت تقرا. ونتمنى تكون الرساله وصلتك اخويا. قرا وبعد على رفقاء السوء، رفقاء السوء ما عندهم باش يفيدوك. سيتو وبسلام عليكم، ونتمنى الفيديو يعجبكم. اللي بغيت نوريكم ها انتوما هاد الدويكات، يعني الطبيعه، ماشي الطبيعه هاد العالم، يعني هكا المناخ ديالك خصو يكون. لما تبغي تفكر سير لشي طبيعه، سير لشي بلاصه خلوه، خلي براسك اسيدي وشوف الداس ديالك شنو بغيت انت فهاد سميتو. ما قاريش ما نوضعش قيود. وبسلامه عليكم.